بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله. بارك الله تعالى في جميع نبيكم. ولا يجري عليه زمان. يكي تلة تنزيهات كمحدث عالم كواجب الوجود الله تعالى يلي منزهة. أو يكلا يجري عليه زمان. جاري نابي بسر محدث عالم دا. بسر صانع عالم دا جاري نابي زمان يعني دنو زمان دا قرار ناقري بزمان اندازه گيري ناقري نيازي بزمان نيا دنو مقارنه دا قل زمان هي فكو مقارنه مكانشي هيا بلام تي دانيا معه لا فيه منيا خدا دا قل هم مشتكي دا فقط تي دا قرار ناقري باري تعالى بعلم وقدرة وتعالقات الصفات مقارنه دا قل هم مشتك هيا وما تي دا قرار ناقري بمعنائك يعني محتاجني قرار جنادري دي ويدا قرار كرتن بريتيا لو كأبعادي ظرفك قرار مظروفك قرار بجدنا أو عادي ظرفك كذا يخو أبعادي نية فقراري كذا بكشت مزور شاكا زبوش جاري نابي وسر خداواني متعالى زمان شوك الزمان شان اختلاف في تيدا هيا كزمان أصلا بچي دلين وايا تقريبا شوار فيما بشوار فينش قولي تيدا هيا لما قولي متكلمين هنا لا أقوال فلاسفة فقد يقدامي هنا لنا فلاسفة بخوان اختلاف يعني ذا هي فنيا لما وصار دو قول عندني لمجموعة أو كان قولان دو قول كان قولي متكلمين أو تيان قول لق أقوال فلاسفة كقول أرسطو حريشون كديارة شون كنا ولا هموان لوانية اعتراضات كم تربية السري بوي أوي هنا أواني تزور اعتراض يعني ذا مثلا عندك زمان زمان جوهرة كقائم بالذات مجردة فنيا دعوة اعتراضات زور ده تسري فنيا جاء منذ قصة كان يهين بعيد بوي موصى واني هلين او موصى تفزاني يقدانا لقصي فلاسفين او كأرسوا او جهر ظاهرا باطلا فقط او اندي او لواني تر اعتراضات وانا اشكالاتك كم تلا جابو چي جارينا ببسر خدا دا زمان جاري دوي بزاين زمان شيا او جارا كان بزاين بو جارينا ببسر لأن الزمان عندنا چونك الزمان بلاي ايمي متكلم بريتيلا چي عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر يعني متجدد مبهم مجهول ومعلومين هي ناجا ومعلومين هذا الظاندي كذلك يقدر به كذلك متجدد كتبوي تعيين ذكري فالزيارة أو شيء بخوي خوي معلومة يدي ها معلوم هل بخوي معلومة لو عبارة هذا الظاندي لأن الزمان عندنا زمان بلاي متكلمين شيا بريتيا لمتجددك لشتكي كتجددي بسرداده ونيا نويدا بيتوا كمعلومة زاندراوة جا تعيين دكري به بسبب او متجدد معلومة ششتك تعيين دكري مشتكي تر كأوج نويدا بيتوا بلا مبهمة حال هي شون؟ زور شاكا للاي مخاطبي متجددك هي معلومة مثلا مخاطب دزانيت روش تلوعي كردوه ونيا تلوعي شمس شتكي متجددة ونيا نويدا بيتوا او متجددة بو مخاطبي من كأتوي كقصد دقال دكان بوتو معلومة حالي هي شون جا او جا شتكي ترجها يا نويدا بيتوا بلام او لليتو مبهمة او جا ويا هاتني ملاحامي دي حالي هي او اتو نزاني ومبهمة جا دينم إبهامك كلا ذهني تو داهايا مني متكلم دينم بوسيلي التعيين كردن وبيواني هاتني ملا حاميد بو متجددا معلومي كأتو دزاني أو إبهامي لا دبن ونيا مثلا أتو كلمن دا برسي ملا حاميد كي هات ندزاني وهاتني ملا حاميد دلم زمانك كرشمس طلوعي كرد ونيا شغلتو طلوعي شمس الزاني وبوتو معلومة بو متجددة معلومة كمعلومة توبو أمن شم تعين كرت هاتني ملا حاميدي كهاتني ملا حاميدي شو متجددة بلان بوتو مجهول ومبهم بو إذا قلت شونا جابا كام يندلن زمان بو متجددة معلومة كا هالي هاي كدير دا شبو طلوع شمس جا ذكري بعكسة وبيتا للاي ملا فريدة أو شلية بعكسة وبيتا زاني بيت الشمس كي زاني بيت ملا حاميد هاتوا ني زاني وشمس طلوعي كرت دل الشمس كي طلوعي كرت ظن مقارن دقال هاتني ملا حامدي هنيا ألا هاتني ملا حامدي كمعلومي يبود بيت الشيء أو جرد بيت الزمان الزمان كمان معلومة كي مع متجددة معلومة كي كوسيلة تعيين وتقدير وفيواني متجددة مجهولة كي
حالی هیچون؟ زور چاکیان پس کوابو دی مادم که بگوره چاو زمان به نسبت تو چه بو؟ طلوع شمس به نسبت ملا حمید ملا فریدی چه بو؟ حاتنی ملا حمیدی مادم اوا بگوره شتک اوا ماهیت که لحالی تغییر داره پس امری حقیقی؟ نیه امری حقیقی خود او تغییری بسر دن پس کوابو اوا چیه؟ امریکی اعتباریه پس زمان امریکی موهومه غنیا؟ امریکی موهومه انتزاع دکریتن لچی؟ وهم قوي واهمة انتزاع دكا لمقارني حوادث هندك يام بهندك لو مقارنة يشتك بناوي الزمان ذهن انتزاع دكاتا أو مفهومي كذهن انتزاع دكا بزمان نودة بالرئيس حالي هيشون زور شاك جعل أنا كان أقل أتودي قتل وعبارتي شرح عقائد كيوانيا عبارة عن متجدد شاو بخودي متجدد كذلا أما كنت من اشتكى انتزاع ذكر لمقارنة أو دو متجددان بيكتر مقارنة متجدد مجهول بمتجدد معلوم لمقارنة وان مفهومك انتزاع ذكرتان كهيج رقايق بو تعيني أو مفهوميا نيا إلا أو حوادثين بيتن كذكرنا كوسيلة إعلام أوانا دنيا آخر دي باشا فس كوابو بمفهوم إن منتزع لو مقارنة كذا كتب بلام ليه كتب عبارة عن خذي متجددك فس كوابو زبي زمان أمرك موجود يا جلوة نجم مفهوم به شو متجددك موجودة دنيا آخر بها متجد وايلة دي لجملة أموري ممكنة بيتنا أو أنا بيتنا جاء وادي ردا عبارتك يان دلين لسر هل ظاهرك كتلا وبلام ظاهرك مراد نية تأويل ذكرتن حاليه شون ظلم منظور من أوي عبارة عن مقارنة منتزعة غنية عبارة عن أمر موهوم منتزع من مقارنة متجدد بمتجدد آخر هذه شو؟ أوقت كيا سي متكلمين ظلم وعند الفلاسفة جاء متكلم أربعة كتم عندك لا متكلم ظلم بخذي متجددة كذا هندق نه بلن ظاهری قصیوان واده گینه ظاهره که واده گینه که به خودی متجدد معلومه که بکتریدن بلن تحقیق چیه؟ اگر تحقیق دکن علماء تحقیقیان کردوه شوله دکن ظاهره که مباز نیه ازی چیه؟ وفتی که منتزع آها او امروامیه که منتزع لمقارنه او متجدد مجهوله با متجدد معلومه حالی هیچون؟ جا عبارت که تو انتویل کنده نه بلن جماعت هبی بلن ظاهری کلامی وانه ظاهري كلام أهل كلام أويا. وني آخر يقول أهل كلام خذني على ما يتفتزني شاول ذاك الظاهر كلام. تيجي شو جونا؟ بلام وعند الفلاسفة بلام زمان لا لي فلاسفة بشي دلهم كديار لا لي فلاسفة شن قولي تداها يا. عندك كان كتير جوهري مجردة ومجردة لما عدوا حتى عندك كتير واجب الوجود عندك كتير ولا جوهرة بلام نمجردة نمادية واسطة لبين عالم مجرد وماديات ذا. دبيرت أنا أو أقوالنا لكتبي حكمته أو أنا ذا زور دهندرين. فلان دي أو أنا زور دورن. يكك لو أنك قولي أرستوا عند الفلاسفة أنا عند بعض الفلاسفة. إلا لا بعض الفلاسفة بريتيلا شيء عن مقدار الحركة لا مقدار أندازي حركة كم حركة حركي دائري شكلي فلكي هرجولة. وني آخر؟ آها بدلائل كهنا ويانا كتبيت عوابي وعوابي دبيس حركة كسريعة ترين حركة بيتن سريعة ترين حركة شيء حركة فلك الأصوصة كبسرعة دائري شكلها جان مقدار أندازة أو حركة خدي حركة كنا فلك كالحال قردش دايا خدي فلقنا قردش وحركة كشينا هذي شيء أندازة حركة كا فلك أو بدائلية كده نزل بلك زور قوري حطي بو عالمي بها مداوة لا ما بكو دائلية كده كلا حالي سوران دا أندازة أو حركتك حركتك أو أندازة شي في ذا كفرتان أو أندازة ومقدار أو ما يكن بوسيلة تقدير لك في حركتك أو زمان في ذا كفرتان حالي هيشون جاك بمقدار حركتك الوطة هنده كتان بخدي حركتك ذا كفرتان كأوقت زمان لمقولي أين هنده كتان بفلكك ذا كفرتان كأوقت لمقولي جوهرة سبيرتانا ولا مقولات ذهب ولا بفرولات من يا أبلا ما وني زكتريا ني أنا تقريبا بلا مزلا للحاضي عدم ورود إشكاله بويا أو يكتوه زي باشا جعل حال أواد نزكتريني دوديد جاه كان بالصواب أو دوديد جان كالبتي فلاسفة من
هل راين نيزي كلو جيتو كإشكال نايتا سريد أنا هل قولي حق هل قولي متكلمين تدقي شونا تجخو والله تعالى منزه عن ذلك حاليه شون جاء أوش لبيه نسكا عرسان بكام عند الفلاسفة ديال فلاسفة أرسو أتباعي أرسو منزولة عقبريك لم مقدار حركة حركي دائرة شكلي فلك الأعظم مرادة كم مقدار حركة كم مقدار كذا بيتا مقولي كم متصل لبيه تانا فتكوابو الزمان للاي فلاسفة كم متصلة أوان كمش بشي دادني بموجود دادني فتكوابو الزمان للاي أمر موجودة موهوم نيه جاء على حال والله تعالى منزه عن ذلك ده خداوندي متعال خداوندي متعال منزه بريه پاكه عن ذلك لو كالزمان بهر معنى يكبر جرايان پیدا كبسر باري تعالى ده منزه عن ذلك لجرايان زمان بسر باري تعالى ده منزه لجرايان زمان بو منزه منزه لو كبزمان تقدير بكريتن بزمان تعيين بكريتن شونكني خداوندي متعال خو متجدد نيا تابا متجددة كي تعيين بكري تجدد نيا شونك خداوندي تبارك وتعالى خو اندازي نيا كبا اندازي حركة اندازي جيري بكري حالي هي شون شونكني خداوندي بيشتك دالاي اجزابي جابا مقدارو اندازي حركة اندازي جيري بكري خداوندي متعال خو اواني نيا تيجيشن شونا ما مصطي بينجويني عن ذلك كتتي والله تعالى كلام سر حسم الله يعني وجود الله وجود خدا منزه عن ذلك لشيء ذلك يبو تعييني بذلتوا عن ذلك لو كتعيين بكريتن بمتجدد يان بمقدار حركة ذلك إشارة يبو تعيين كلكلام السابق فهم ذكرت هذا يشون ما مصير شوري نسيتي ذلك إشارة يبو أو جرياني كلا لا يجري فهم ذكرت منزه عن ذلك لجريان الزمان بهردك معنا بس الباري تعالى قصي ما مصير شوري هم بخم وانا كتلا في مال عبارة وجوان في الدواء حالي هنشون؟ بحال خلاصة او تقدير وتعيين وبيوانا شبا متجددي معلوم بيت شبا مقدار حركة بيت علامة امكانا وايا؟ او كأتو بين اشتك باشتكي تر متجددك تعيين بكي باشتكي تر متجددك تجددك نشانه يوك او اشتكيش يا واجب الوجود نيدنا واجب الوجود تغييري بسر دا ناية تجددي بسر دا او كديني بيني بحركه تعييني بكي بمقدار حركه فزياره او شتي دري اجزاء كدري اجزاء فتكوب نيازي باجزاء يعني نياز شاني حدوث وامكانه خداوني متعالج منزه على حدوث الامكان وانا منزه على احتياجه لنياز تيجي شي شونا زورش هو خلاص بو اوانا تنزيهات بن يقدان عن ماوا ولا يشبه شيء ولا يماثله شيء فقط او ين ماوا او ين كلو بدوا وديتن جليك امان اوانك خندومانا بحثي واندك واعلم أن ما ذكره في باب التنزيهات بعضها يغني عن البعض توبزانا أو ما يك مصنف ذكرك لباب تنزيهات لو باب أوشتانيك خداوان متعاليان منزهة بعضك لوان إنساني بنياز ذكاء لبعضك كتر سأل أقل كتمان خداوان متعال جسم نيا غنيا إنساني بنياز ذكاء لوك خداوان متعال ليس بمصور ولا مصور شوف الصورة بوشي ده كتيرتان بو جسم ده يا أجر جسم نبو ديا رقعت عن شجنيا صورة أجر كتير جسم نيا ده زاندري كشيا مصور شجنيا غنيا أجر كتير جسم نيا فاز ده زاندري كم متجزي ومتباعل ومركب شجنيا شو كم ترتيب لأجزاء يشي جسمه أجر خدا جسم نبي مركب لأجزاء شهر ني حالي عارضن بوشونا ده فاز كوابو هر كتي ولا جسمين ولا مصورين ولا مركبين من الأجزاء ولا متباعدين ولا متجزين أو يهم اللي مستفادة حالي هيشون جا أجر وايا أدبوش مصنف هر بيك دانا اكتفاي لواني تري نكر حالي عرزن بوي أو يجدل إلا أنه جا أنقو بخوتان بالرسيل السلب كان كاميا مغنيا لأيوتر مثالك بوين أنا إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك إلا لكن واتي مغا كا اگر هندكيان مغنين لهندكي تر كوابو ذكري او بعضي تر بفائدة به نا مصنف قصدي ويكر كتفصيل و توزيح بدا في ذلك لباب تنزيهات دا باشا بو قضاء لحق الواجب في باب التنزيه تا ما في واجب الوجود لباب تنزيه دا بجي بينيتا او كحق خداوان متعالى لباب تنزيهات دا بجي بينيت وردا على المشبهة والمجسمة
وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وآكده. هارد بدال سر أو إنسان أو طائفة كمشبهية كتشبيه خداوند تبارك وتعالى بشتي بحوادثان دكا يعني رد بلسر مجسمة أو أنك إثبات الجسمية بو خدا دكا ورد بلسر باقي ماندي فرقة وقروها كاني كأهل الطغيان وأهل قمراهين طغيان ينكدو لليحق لا يندوا رد بلسر وان بأبلغ وجهين بأبلغ متعلقة بردان رد ببرساترين شيوا وآكده بقويترين شيوا آكد مؤكدترين قويترين دنا اگر واشی نکرد با هر رد دبو بلان او جر رد دکر رد دکی بلیغ رسایا ونی آخر جا چون که دی هویست واب که للایکی اوی که حقی مطلب لباب تنزیهات دا ادای بکه للایکی رد دکی بلیغ و قوی لسر مجسمه و مشبهه بداتوا فلم یبالی بی تکرید الالفاظ المترادفتی مصنف توجه و احتمامی نداب اوی که الالفاظ المترادفتی تکرار کرتوا وکو متبعل و متجزی و أو جر والتصريح بما علم بطريق الالتزام مبالاة نكل بوك تصريح كردوا بشتك اشتك بطريق الالتزام زاندراب كأوج أويا ولا مصورين بطريق الالتزام لا ولا جسمين زاندراب وني آخر آها غير محدود ولا متناهين ليس بجسم ولا عرلين زاندراب بالالتزام شك اشتك جسم نبي ليرا لازم ديك حد نهاية شي نبي وني آخر آجا مصنف أهميتي بوانا دا شك اللي باب عقايد دا اكتفاء بدلالة الالتزام ناكلتها حالي عرض بشونا جاء لبابي تنزيهات دا اوشتاني كخداواني متعال واجبة ليان تنزيه بكري بتعبير كتاب اوشتاني كبو خدا محالا اكو جسمية وعرالية وجوهرية وزمانية ومكانية اوجور اشتانا دو شيوة بحث كردن هيا خدا ما بنوعك استدلاليان كردوا لسال او تنزيهاتا متأخرين بنوع كتر استدلال يان كردوا حاليه شون سبكي قدما سبكي ضعيفة أو استدلالة هر كان دليل عقلي عن هنا وتوا ثم بناغي أو تنزيهات هذا دليل عقلي إذا بيش دانا ما مصفاش كلان دليل عقلي بو هنا بناغي أو دليلانا شبو بناغي أو تنزيهاتي شبو أو بو شون كني دانا ما مصفا حسي كرت أوانا نشاني احتياجا دلالة دا كان لسال نياز اگر كسك أواني هبه پس نياز منده كسك مكاني هبه نيازي هي بمكانك ونيا نيازش نشاني امكان و نشاني حدوثة قو محدث عالمش دبي قديم بيته تدقى شونا اوانا بناغي اوانا لسر او دليل عقلية بو كهما عند قرانا وبو او نقطة شكني اوانا نياز مندين لي ولازم دي محدث عالمش نياز مندين شكني نياز مندين نشاني امكان محدث عالم واجب الوجود حالي عرزن بوي دي فسكوابو او دروشة استدلال متأخرين روشة قوية وبسر منظر مقصود جدا قادم بلام استدلال مشايخ اوانش دليل عقليان هنا وتو بلام دليل كان همو جيقاي اعتراض همو دليل يوان هر دليل كي الان دي خوينين دليل كان يوان او دليل انا كاوان بو اثباتي او تنزيهات ديه النوا همو دليل كان ضعيفا چونك همو يان منعيان دي تسار نقل معارلان دي تسار او دليل انا جيقاي خوانا كان ويان كما ممنوعة ينصغرها كما ممنوعة حالي هيشون جاء البتاء ومش عيبني أبو مشايخ شون كيني مش لزماني قدما دا تدقيقات فلسفي وأوانا باويان نبو لسال أوري زكاريا كاريان ندكر صفاي عقايد وأوشتانا تقريبا باشتر بو حتى لدواتر دا وقتا كفلسفة بو قدرتي وهاتو تدقيقات فلسفي لزيني خوي دا جي كردوا ومغز زور تبواري فلسفي بخوي وقرد دبيت إثبات عقائدش بسبب بواسطة دلائلك بك التدقيقات تدابيت فني آخر منظور ما ويا أول ما عيب دار كتني مشايخ نية فقط أول دلاء أو سب كيوان بو زماني إيمة جواب نادات منظور أول آها لتنزيه هذا يكسان المتقدمين المتأخرين حمو في أنواع باري تعالى منزلها لو فقط دليل شيا سبك استدلالك فرق لك ما مصادة فرمي ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الاحتياج والحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه لا على ما ذهب إليه المشايخ هذه شون بزانا مبنى مصدر هذا اسم مكان نية بقلني بك بعلا تعداي كذلك اسم مكان بعلا تعداي ندر مبنى يعني بناء مصدر ميمي معنى بناء بزانا بناغي
تنزيه محدث عالم عما ذكرت لو شانيك ذكر كران هل هي وكل جسميات لعراليات لجوهريات لجريان زمان لقرار قتن لمكان دا بناغي تنزيه محدث عالم لوان لسر چيا على بناغك لسر اويا او ان او على يد بتخبر انها ها ان مبنى التنزيه على انها نولا متعلق نيا بمبنى هل جوانا متعلق نيا بمبنى بل كو متعلق بحاصل خبر ابو انها من جوانا منكود باشا نعم انا مبنى هذا اسم اجا اسم مفعول بقى علينا ده كنت يقول ان مبنى التنزيه عما ذكرت شيا انها تنافي مبنى كم منافاتك يا نك مبنى كل سر مبنى بخشتك شتيتري لسر داد منزلي نك اول سر شتكي تبدا بمنزلي اجا مبنى اسم مكان بيت شتكي سر لسر داد منزلي اجا بلي على مبنى كل سر فلان شكيا مبنى مبنى كتري دي سلام اجا بلان بناء جوان ده بيا وقتي على متعلقة بحاصل خبر ابو ان من فيش تركيبه كم غلط متعلقة بالمبنى هل يعرفون بون على اي حال شنك علي بدودهات ونشانوي كمبنى اسم مكان نبيت هل هي نشانوي لكتابه كان يترجد تقريبا مثلي مثلا كلمه مرجع ده كتري مرجع اسم مكان اقبل مرجع فلان كسي او كاربو او شتبو مرجع ده بدا اسم مكان بلن مرجع زيدي إلى إلىك بدو ذا بلن أوقت بزانا مرجع معناه رجوع هل هي شو؟ بناغي تنزيه محدث عالم لو شتاني كذكر كران بناغي كلا سر شيئا لسر أويا يعني دليلك شيئا بهاي دليلك أويا أنها شمكين أو شتاق بيحاني كذكر كران منافين دقال وجوبي وجود هو محدث عالم الشيئا واجب الوجود يعني آخر او شتاني كتمان مكانيات زمانيات جسميات جوهريات عراليات منافين دقال وجوب الوجود هو منافين شونكين لما فيها لبر ما يكي كفيها كهيا لو شتاني كذكر كران چيان تدايا حمويان ما يكتش من شائبة الاحتياج بوني چيان تدايا نيازمندي جا نيازمنديش سبب ابو چي والحدوث والإمكان سبب ابو حدوث وإمكان عطفي والحدوث والإمكان وصل الاحتياج عطفي مسببه وصل سبب احتياج سببي وانا شتك نياز مندبه ديارة واجب الوجود نية حالي هي عطفي مسببه وصل سبب احتياج سببه بحدوث الإمكان اوان مسببا هدي من شائبة الحدوث والإمكان اوان يكتب الله بقاليني بيشترش حدوث وإمكانك الشبون حدوث إمكانكش لشيء لازم دهاته لاحتياجك أو فيش تل تفكيد اللي كي جايو لي بكي فيش الموضوع تصريح شيء حاليا شو؟ فالاحتياج هذا بدوش لأنه نسيوا؟ نسيوا. أو نسخة احتياج موضوع ده فرمي أمن أو نسخة عقائد يمكن نسيوا توا لقال شوار نسخة تصريح شو ده تصريح مداوة توا. موضوع لا بآخر لا آخري أو كتبه ده موضوع بقلم يخون نسيوا توا بآخر تيخون. ده فرمي أمن أو نسخة يم لقال شوار نسخة تصريح شو ده؟ شرح العقائد تطبيق دعوته بس على عرض بس عندها ديره نسخه كزور قويه لانك جناتا من شائبه الحدوث من شائبه الاحتياج والحدوث والامكان حاليا شلون احتياج سببه انت ديره للدليل كجلب او كقام كمان لسردنا شو يبو احتياجك ابو شو لو انا رأي احتياج مثلا اجي جسم بقى نيازي بو شي دبو واجزاء زي كان نيازي بو اجزاء بو نياز مندي نشانه چيا چونکه نه واجب وجوبی وجود منبع کل کمال است نیازمندی نقصه پس که دبی واجب الوجود دبی نیازمندی نبش چه دبی نیازمندی هبته شتی حادث شتی ممکن پس نیازمندی سبب چیه حدوث امکانان حالی عرضم بول دیکھو خو محدث عالم شیا واجب جا که شائبه نیاز و فلان و اوانه انتدایه علا ما اشرنا الیه که شائبه احتیاج و حدوث و امکان لوشتان داهیا على ما أشرنا إليه ببي أو تفصيلك إيش ختمة لبير تانا ما مصلا كتي دانا دانا بوش احتياجي لي ولا لازم دي لا احتياج جرا حدوث وإمكان لازم أو أنا باس كردو هيدي لهر يكيد لا مستقلا باس كير أو أنا تيجي كباسينا كردو إما باس ما نكت هذا أقول لبير تانا بالبرية الزمنية ده هذا إنه كتير كتير حالي من شو أنا خلاص أقول لباب تنزيات إيه وواردي بحث كلامي بون لش النقطة كيوا ثابت ده كن كخدا منزه لو شتانا لو نقطة يوه او شتانا همويان شائبي احتياجيان تدايا نيازمندي نيازمنديش علامتي حدوث وعلامتي امكاني محتاجك يا
من ياخر خو محدث عالم جدبي واجب الوجود به دي بس كوابو احتياجي حدوث امكان منافات يعني هي دي قال وجود هر شيء كي شائبه يعني تي دبي منافات دي قال وجود الوجود هيا دي اوانه چونك احتياجي نيازمندي حدوث امكان يعني لو لازم دي بس منافين دي قال وجود الوجود بس دي واجب الوجود اللي عم نزل حاليا شلون إذ لا علامة أو لا يعفى بسر أو على يفيشو ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها لا علامة عتفني أبو أسر على ما أشرنا إليه ها معنى كي غلط دبيت عتوسر على كي أوله كتبنا غي تنزيه خدا لما ذكرت لسر شيا على أنها تنافي لسر ويا شنكني أوان منافات يعني هذي قلب وجودي لا علامة ذهب إليه المشايخ بناغي استدلال لسر تنزيه باري تعالى لما ذكرت بناغك لسر شنية لسر دلائل اقنية كذهب إليه المشايخ كمتقدمين ملائكة الذهاب يا مكردوها خلي عرضن بوي خلاصة دليل سبكي استدلالي إثباتي تنزيه باري تعالى لو اشتانيك الذكر كرام اوه كأتوبرية وابوه شكي لوان دا نيازمانديها وحدوث وإمكان وفلان اوه اوه استدلال بكي بناغي او تنزيها لسر دلائل اقنية كذهب اليه المشايخ كمتقدمين كلام كتبانا كتشيه چيه هم كتبه بو جلق بو بناغي كلسر قصيوان نية اقب اشنا اخير اخيري باشا پیش اوه واحتج المخالف پیش واحتج المخالف ليو دلال لأنها تمسكات ضعيفة باشا لأنها أو لأنها علة بو لا علامة ذهبه بوشي بناغي أو تنزيها لسر دلائل أغنية كما شايخ كتوانا كالان دلائل يوان دخويني بو بناغي أو تنزيها لسر أو دلائل مشايخ نيا بو ولا لأنها تمسكات ضعيفة شو كأو دلائل أنا هم أنشيا استدلالاتك الضعيفة زعفي انتدايا كزعفي انتدابو توهن عقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين حالي عرضن بو دور شك الوتا كتمان او عيباني ابو مشايخ شونك لزماني واندا تدقيقاتي فلسفي باويان نه زمان بچي دا كتلتنو مقال او تحقيق او ديدان ابو باشا ما ذهب اليه المشايخ شيا ما ذهب يعني معايا كتو اما تنزيهات قيدا بينا كتمان محدثي عالم عرالنية كتمان محدثي عالم جوهرنية جسمنية مركبنية متجزينية متبعلنية وايا داري أجزانية أو أنا ما كنتوا يدي تذا كان ها أها أدي باشا أو أنا ما كنتوا جاء أوان كنتوا أنا والله بويا باري تعالى أراضنيا ما دليل وانشيا من أن معنى الأراضي بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه كنتوا أنا بويا معدي تعالى أراضنيا شو ممكن المعنى أراض بجوري اللغة العربية نقب معنى فلسفية كي بجوري اللغة العربية أراض شيا رجع رولا ونيا كشتك عارز بو ترى يعني هبو فزيارة بقاي ني تجددي بس هذا دلو غدا عرال بشي دلين ما يمتنع بقاو شتكك محال ببقاك شتك حالة عرولي تدا ببو معنى بقاي نبي شي في دلين دلو غدا عرال ديخو محدث عالم جبي شي هبتا بقاي هبي بس كو محدث عالم عرال او صغرايا ونيا كبرى بل محدث عالم بقاي هيا عرالج يمتنع بقاؤه أو كبرايا دي أو كبرايا دليل وانا ظن شان ضعيفة دلين كاكا إيما دمان هوي تنزيه باري تعالى كين لعرالي بمعنى استلاحي عرالي بمعنى قائم بالغيب موجود في مولوك ونيا دي أو دليل ينقو تقريبي تدانية أو مدعايي لي ولازم نايت تيجي إيش تن أو جر ومعنى الجوهري كتو أنا معنى بويا محدث عالم جوهرنيا شو كان معنى الجوهر ده في لغات أيش؟ ده في لغات جوهر شيا ما يتركب عنه غيره. جوهر شتكا كغيروي لو تركيب بيتا. وايا؟ دي أجر قرابي محدث عالم جوهر بعد أبو غير لك شو تركيب ببا؟ لبارك تعالى تركيب ببا. فني آخر كغيرك لي تركيب ببا مركبك دبو أو أنا دبو أو اسم حاله أبو خداني. طبعا كاكا أو إثباتي ويدك كا محدث عالم جوهري بمعنى لغويني. كشيء ماذا معناه؟ تشتك إلى خدا سالب كين؟ بمعنى إصلاح الجوهري معناه موجود في موضوع كما في عالم أو موجود في موجود لا في موضوع لا في موضوع.
حالي عزم بون يعني بمعنى جزء لا يتجزأ جوهر بمعنى شيء كقسم الإصلاحي وأنا إذا كلام لك فالجوهر يعني جزء لا يتجزأ يعني خدا أنت عجز لا يتجزأني حالي بون شونا خود اللي لا وينه جينك أو جا ضلنا بويا محدث عالم جسمنيا شو كه ومعنى الجسم ما يتركب هو عن غيره جسم ما يكك أو تركيب به لغيري خو جسم أو يا لغيري خو تركيب به دليل شيا بدليل جوانا محدث عالم تركيبي نيا لغيري خو بني آخر جسمش أو يا كتركيب لغير به بس محدث عالم جسم نيا جاء أو كبرايا جسم أو يا كلغيرك تركيب دليل شيا مثل أو كبرايا بنفس الدليل بدليل قولهم هذا أجسم من ذا ولا بدليل جسم بمعنى ما يتركب عن غيره فدليل قول عربا كدلين هذا أجسم من ذاك أجد جسمك لجسمك ترقورة تربو دلين أو جسم أجسم من ذاك جسم تلا لفلاني فاني آخر زي باشا فس ديارة كدلين جسم تلا يعني ديارة أو أجزاي بترن دي وايا كأجزاي بتربن فس ديارة شيا جسم بمعنى شيا منا مركب عن الغير اما في شيء او دليل ما نقد كره ما وصيت افضلني بخوي نقدي كنت او دليل ك او انا بت الدليل السروي ك جسم لا جسم ذات تركيب هبيتا بو السمون او دليل ضعيفه وتع مردوديشه چون كن او لرشي جسامته نقل بعضات الجسم لرشي جسامته معناه الله خامته ك دكسر دقريته ابو مسلي حجم جسم تعليمي ك ما زمان هي تشتكي لخدا سالب بكين جسم طبيعي أو أجسام باسي جسم تعليمية يعني اشتكى حجم مقداري فترة ضخامتي فترة هل يعرضن بون شونا؟ أو جار بوشي محدثي عالم متركب متجزي متبعلني هم هفت يعني دلين والله وأن الواجبة من أن الواجبة دليل سلوك محدثي عالم متركب متجزي متبعلني طبعا والله واجب الوجود لو تركب اجر خلابه مركبه متبعله متجذبه لابد دراي اجزابه وني اخر دي او وقت اللي بدا ترسم اجزاء كان كواجب الوجود لي تركيب بوا وكو خودي واجب الوجود كلوان مركبه او اجزاء نش دراي صفاتي كمالا يان اجزاء كان واجب الوجود يان دبي دراي صفاتي كمال بن يان دراي صفاتي كمال نبن فاما ان تتصف إما فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال أو لا خو أجزاء واجب الوجود أجا قرابة مركبة ها مركبنيه دلنا بو مركبنيه شو كي مركبة دبو درا أجزاء خو أو أجزاء أنا يا متصف دبون بصفات كمال وكو خدي واجب الوجود كده بيعوانش درا صفات كمال بان زي أجا درا صفات كمال بان يك أجا صفات كمال شيا علم قدرته إرادته أو اختي فيلزم تعدد الواجب لازم ده هاد شيء تعدد واجب الوجود تبو واجب الوجود متعدد با خدي واجب الوجود يكا أجزاء كان دارا دانا دانا عن دارا صفات كمال هر دانا لو جزء أنا دبيش با واجب الوجود أكبا هوني هر دانا عن دارا صفات كمالا هالي عزم بو شو كلا صفات كمال يكا كان شيء صفات كمال قدرته إرادة حياته يكا قلوان وجوبة يكا قلوان وجوبي وجودة أو يكي لصفاتي يكي لوان قدامة صفاتي كمال واني آخر دي دبي أجزاء كان شيوك وخوي شبان واجب الوجود بان داري قدرات وإرادة كواجب الوجود بان جلي قدرات وعوانا لنظر نقل يكي لوان وجوبي وجودة فاز دبي أجزاء كان شيوك وخوي واجب الوجود بان لازم دي تعددي واجب الوجود وايا أو لا يعني ولا دلاء أجزاء كان متصف بصفاتي كمال نين دي أوقتي شد بي فيلزم النقص والحدوث لازم دي شيء وقتي نقص لازم دي حدوث نقص لأجزاء باري تعالى شو كان صفات كمال يعني كوابو نقص يعني كنقص يعني هبو أو جارك أنا والحدوث شو لازم دي تن بو شونك أولا وجوب وجود منبعي هم كمالك كأوانا النقص يعني هبو ديارة واجب الوجود كواجب الوجود أذي شنا حادثا دي ممكن حادثا زمني با كصفات كمال يعني نبو يك إلى صفات كمال شيء قدمة ديك قديم نبون ديارة شنا حادثة دي أجزاء كان حادث دبن ديك أجزاء كان حادث بون كسك كلو أجزاء حادثة أنا مركبة أو شهد فيها حادث فازبو يا خدا داري أجزاء مركب متبعير متجزمية شو أو دليل شان دليلك دوانك دليلك الضعيفة
تظنن بو ضعيفة. أولا صفات كمال بقدرات إرادة وحياة وعلم وسمع وبصر وكلام دا كتريتا نكبة وجوب وجود صفات كمال ككترة أو صفات سبعية ثمانية منزولة ونيا دي أقل دليل ينقو دا صفات كمال دا في عرف معنا بكموا شو چه دا قرم حياة سمع بصر قدرات إرادة كلام ونيا آخر أوانا دا قرم دي كأوانا مقرت لو أكشق أول انتخاب بك البته خدا مراکب نیه ها اشتباه حالی نبن دلیل دلیل که انگو دنو دلیل که ضعیفه دنه مدعا که ایمش بیمو همون فی معتقید حالیه چون دلیل که اثبات او عقیده چاکی اهل سنت ناکه دلیل که بو چکه تو دلیل والا اگه داره اجزا با دبو اجزا کانی دا یعن متصیب با صفاتی کمال دبون یعن کبرای معاریس دید اختیار شقی اول لکه دلیل با صفاتی کمال یعن أتو ضل آخر أجل صفاتي كمال يعني هبي لازم لي تعددي واجب شرق لازم ليه أوجرنا ولا تعددي واجب لازم لي صفاتي كمال قدرات حياة إلى ذي سمع بصر كلامه ذي باشا خلوا اتصاف بوانا را وجوبي وجود لازم لي لازم لي أجزاء كانش قدير بن سميع بن بصير بن متكلم بن خلا لازم لي واجب الوجود بن شرق لازم لي حالي عرضن بو أها يعني جا أدي أجر مقدمة بين تحريري مرادي خويا يعني بقى مرادي ما لصفات كمال بتني أواني بلكو مرادي ما وجوبي شو قدامي شو مرادي ما أوى أو وقت اللي كان قوية يعني ضعيفة حتى أو وقت جهر ضعيفة بو شو ممكن نهاية اللي را لازم ده أجر بلين بلى أجزاء هبيت أجزاء كان جداري صفات كمال بن صفات كمال شاملي وجوبي وجود وقدام وأوانش به لازم ده تعددي واجب تعددي واجب الوجود تنجي كفرة اگر واجب کان دانه دانه به اله دانی خو اوانه به واجب وانه جد با کبره بل او دم کبره معارض او که در قائله به جسمیت خدا و به در عذابونی که دی عقیده بی تو بل با اجزا کان واجب الوجودش بن بلم خو شرک لی ولا نه چون عمل اجزا کان به اله دانانه خودی خو به اله دادن کبره و بل ها پس که بو او دلیل علی حال او اشکالاته هر دته سلام اتو كبلي اقدر اجزاء بيت احتياجي بولاي اجزاء بيت كاحتياجي بولاي اجزاء بو احتياجي نشانه حدوث وامكانه هو واجب الوجود واجب نك حادثه نك ممكنه بس كابو دبي در اقتصاد لك شان قويه يجب دينايه تسري خالي بو شونه دليل لك متاخرين قويه يا دليل هي ضعيفه جاء أجر يان كابرا بلا ولا إضافة استفاد بلا كمال إما لبو استخراج دقرين وجوب وأنا جقرين كابرا بيت بلا أما اختيار الشق دوم ذاك معارض واضلا بلا نا بعد ذا كان داري أو لا أو لا دبيت النفي إيجابي كلي رفع إيجابي كليش فنيا قايل دياني متصفني بتواوي صفات كمال ده دقرين متصف بشي ببعضك يان بعضك يان شيا وجوب يان قدمة أو وقت فيلزم النقص والحدوث لازم على أي حال اختياري هل كان رشيقة كان بكذا تواني الدليل المشايخ هلو شيني تاو أو جاروا أيضا جابوا أو جارة كان يكي لتنزيهات أو أبو كمحدث عالم مصور مية داري صورة مية ليس له صورة قسمان ولا شكل ولا كيفية منية قسمان كيفية مية أو أنا بوشي إما قسمان شكي أو أنا يهبيتا أو أنا نشاني احتياج وإحتياج حدوث إمكاني اللي ولازم ديو أو أنا فاني آخر فلان أو أنا شو الإسلال ينكردوا وأيضا او دلیل لسروی که بود چی مصور یعنی داره شکل و داره کیفیت نیه حالی چون ایلا دلیل کیتر اما ان یکون على جميع الصور والاشکال والكیفیات والمقادیر اما محدث عالم مقدارش نیه وکل تنزیعات بو بلا چونکنی اگر اوانی هبا یعنی همو صورت کانی دبو همو شکل کانی دبو همو کیفیات دبو همو مقادیر دبو وایا یعنی نه یعنی بعضک یعنی دبو اگر داره صورت با مثلا صورت مكعب و صورت بلن صورت انسانية و صورت فرسية و صورت يعني همو صورت كاني دبو يعني بعضه كاني دبو اگر داره كيفية با رنگ با يعني همو رنگ كاني دبو يعني بعضه اگر داره شكل با يعني همو شكل كاني دبو يعني بعضه لشكل كاني شكل كروي شكل مربعي شكل فلان اگر داره مقدار با يعني همو مقدار كاني دبو بني آخر مثلا بلين مقدارك كم منفصل بيتا كبلين مقدارك كم متصل بيت
که زمان بی بلین حد دره همو زمانه کان بو یان یان بلین طول عرض عمق دره همو طول عرض عمق دبو یان بعضك یعنی دبو بنیا حال خالینه یان هموانی دبو یان بعضك یعنی اگر هموانی با سیلزم اجتماع الالداد اجتماع الالداد لازم اگر محدثی عالم دره کیفیت با همو کیفیتی هبا هم رج با هم سپی با هم سور با ده او الالداد فکر کنه دره همو روائح با بنیا دره کان زدی کن چون دکلی هموانی داري همو أشكال بقى شكل مربع دقل دائرة زدية كا شو نكلي هموانية بيتا فاس نكلي هموانية بيتا أو على بعضها يعني لازم ده شبا بعضك يعني هبا دي أجا بعضك يعني هبا كان بعض بلي والله رنجي سفيها يا رنجي رشينية بلي والله بوني عتري هيا بوني ريحانينية بلي والله مثلا عند زكي صد متر دو صد متر نية ونية بلي وزنك أوندية أوندن نية ها قبل بعضك يعني هي في الظلام بوشي او بعضي هي بوشي بعضك يترين ابو او ترجيحي بلا مرجحة بوشي او بعضي هي ابو واحد لغاية والله اخو اقر راند بي رانقا كان اقر شاك بن هموان شاك اقر خراب بن هموان خراب بوشي او رانقا هي ابو او يترين ابو فانيا دي ناشار دبيت ترجيحي بلا مرجح ناشار دبيت شهبه فاس دبي مرجحة كبير دبي فاس شهبه مراجع كم مرجحك ابو لازم لي خداواني متعال احتياجيها بي بو مرجح الدروي فني اخر او ادعوش استدلاله يعني همو يوا اواني دبو يان بعضك يعني همو يهبا اجتماع الالضاد بعضك يهبا ديخو او بعضيا هيتش يعني هيتش راجح ترنيه بو هيتش راجح ترنيه شنك وهي مستوية الاقدام في افادة المدح والنقص او انا همو يان مستوية قدم تايوان مساوية لشي دا لودا كأجر مفيد مادح بن هم يعني مفيد مادح مفيد نقص بن هم يعني مفيد نقص ويش كان ترجيحي بس الأوي تردانية بس كأجر بعضك يا هذا أو ترجيحي بلا مرجحة أو جر وفي عدم دلالة المحدثات عليه هروا هم وان مساوين لودا كم محدثات دلالة بس هيش كان لو الناك محدثات أو عالم دلالة ناك نال سر ويك محدثي عالم رشا نفس فيها نا مكعبة مربعة نا فلان زماني هيا نا فلان حجمي هيا هو محدثات دلالة ايش كاملة وانا حموة مساوي كواقوناتهم بلا والله اوي هيا اوي ترينيات شوك عالم دلالة تريدك هات ترجيحي بلا مراجحة دي فاس كوابو بويك او بعزيها بي فيفتقر الى مخصص تبين يازي بلا ايشها بيتا مراجحة كبي دي ويدخل تحت قدرة الغير او وقت دبيت دا قلب لجير قدراته دا صلاتي غير دا اوج محاله بخدانه او دليل ضعيفه بو ضعيفه او دليل شونك ني كابراي معترض ضل بعضك لواني هبي مرجح شي دبي بلا مرجحه كبا خدي خوي به نك مرجح كي دروي شي ترجيحي ويدا محدثي عالم رانجي سبيبي خوي ترجيحي ويدا يعني اختيار شي قدوم مثلا اختيار شي قدوم دك ضل بعضك يعني هبي طبعا ترجيحي بلا مرجح مرجحه كبا خدي خوي بيدي وتأخذ ترجيحي بلا مرجح وقتك محالك هيج مرجح نبي حتى مرجحك كفاعل مختلك بخوش في نبيته أو في محالة بس إذا مرجحك بأخذي خوي بيته بس كأو أو دليل إثباتي وإنك كمحدث عالم داري كيفية وداري صورة وشكل وأوانني أدي كم دليل إثباتي دك دليل كي رابر دو كحمان ما تشك احتياجي وفلان إلي ولا جاء البتيش لقصي مشايخ توا ونبوة دلي خداوني متعال بويا كيفيات ومقادير وصور وأشكال نية لبر أو قصيا هذه خبرة دلالة بوش علم وقدرات واني بو قرار دادي فانيا اوانش خو هيج وانا كي لسرني هم وان مساوين لو دا كإفادة فلان دا كان محدثات دلالة زنا دلالة بابا اوان اولا هم وان مفيد مدح هيج كام لوان مفيد زن نية زيدة كان يان مفيد زن بخير مفيد مدح او جر محدثات دلالة لسر دا كان محدثات دلالة دك أو عالم بو نظم بديع نمط بديعك في شخص ما دلالة دك على سرويك محدث عالم دبي علمها بيد دبي قدرتها بيد دبي حياتها بيد دبي سمع بصر أوانيها بيد فسبويا أوان بو خدا ثابتا علم قدرة أو صفات سبع يان ثمانية بلام كيفية صورة شكل بو خدا ثابت نية شنك صفات سبع يان ثمانية صفات قديمة محدثات دلالة سر دكا وبخويا مدح زد كان يان نقصا بس كوابو أولك خدا أوانيها بترجيحي بلا مرجح نية بلان أجا كيفيات الصور وأشكال ومقادير بعضك لوانيها با ترجيحي بلا مرجح دبو أو اختي مرجحك في بيزبو حالي هيشون بخلاف مثل العلم والقدر أو حتى تميك صيف مشايخ
بخلاف مثل علم وقدرته سمع وبصر وأوانه بو أوان بو خدا ثابتا أي مشايخ فإنها صفات كمال شو كأولا أوان بو كان صفات كمالا أزداد يان صفات نقصة بس أولا كأوان بو خدا ثابتا ترجيح بلا مرجح نية هبل أوانش مرجحة كان في بيت مرجحة هي كتير مرجحة شو كأوان صفات كمال أوجد تدل المحدثات على ثبوتها محدثات أو عالمية دلالة ذكرت الثبوت أو صفات نبو خدا شو كأ علم نبا قدرة إرادة وحياة نبا نيتنا أو عالم أو أدرس بك بس كأواني هي ترجيح بلا مرجح نية أوجل وألدادها صفات نقصان ألداد وانك خدانيتي فان جهل نية عجز نية فلان نية بو شو كأوان صفات نقصان خدا دبلي بلي بيت لا دلالة لها على ثبوتها محدثات دلالتنا كان لترثبوت أو ألداد نبو خدا أني خلاصة مشايخ ضلين علم وقدرته أو نبو خدا ثابتة إما جهلوا ضلين متأخرين جهلوا ضلين أو جار همو أن ضلين صورة الشكل وكيفية مقدار بو خدا ثابتنية ضلين مشايخ ضلين بوشي أو كيفية أو أنا ثابتنين ضلين شنك أقب بو خدا ثابت كيفية أو أناها صفات كمالنا علم وقدرته أو أنا أو بو خدا ثابتة هذه أواني الكيفية فلان وشكل وصورة شو كي جان هم وان ده بيثابت بان يا بعضك أجا هم وان ثابت بان أو اجتماع الله ده أجا بعضك يان ثابت بان أو بعض ده هيش كان يان ذكامي تبرتلي بس العيوب تذا هيش كان يان ونيا كأو مفيد مدح بأيوت المفيد الزنب هم يان يان مفيد مدح يان مفيد نخصم فهم وان مكوي كان هيش كان لو أنا محدثات دلالات لسرناك أبو خدا ونيا بس كوابو أجا خدا بعضك يان يهبا ترجيح بلا مرجح فكوابو مرجح لازم بو مراجعكش غير خدا لازم دات خدا داخل جير قدراتي غير خدا بلام علم قدراته اوانا بويا بو خدا ثابتا شمكيني اوان ترجيح بلا مراجح نية اوان صفاتي كمال ارداد يان صفاتي نقصة كخدا اواني هيا اللي ديواني نية ترجيح بلا مراجح نية اوان محدثات دلالة الثبوت يان بو خدا دكا بلام ارداد يوان محدثات دلالة الثبوت او ارداد بو خدا ناك بس او كخدا اواني هيا او مراجحك في ويس نية ترجيح بلا مراجح نية شمكين بلان أجا كيفياته أو أنا بعضك لكيفياته شكل صورته أو أنا يهبا ترجيح بلا مراجح ده بده مراجحة كذا مراجحة كش غيري خدا لازم ده خدا داخل جلد صلاة غيري الآن أو دليل أبو ضعيفة كبرادة تواني باختيار شق دوم كما عالي طلب بابا بعضك لكيفياتي هبي ترجيح بلا مراجح لازم ناية لازم ناية داخل جلد قدرتي غير به بو لازم ناية لا مراجحة كبو خوي بترجيح أو بعضي ده وسن بعضك كذا أو دليل أجسام ضعيفة جاء أو لأنها دشيت أبو أو جي عرضم كردن. كمان بناغي تنزيه خدا لما ذكرت لسر دليل كان سابقة لسر أويا على أنها تنافي وجوب الوجود لا على ما ذهب إليه المشايخ. أهم بناغي أو تنزيه لسر أو دلائلين يا كخوين دمان لقصي متقدمين. بو بناغي أو تنزيه لسر أو دلائلين مشايخ نيا لأنها تمسكات ضعيفة. شكون أو دليل أنا هم وأن دليل شنا؟ تناسكات يعني استدلالاتي ضعيفا توجن عقائد الطالبين والدليل اجل ضعيف بو ضعيف ذكا عقيدي طالب فقيه كان ونيا او جار وتوسع مجال الطاعنين وسع ذكا فراهم ذكا زمينا بو طعن لدر او انك طعن العقائد الاسلاميه ذا زمينا بو فراهم ذكا ميدانيا بو فراهم ذكا ونيا بوشي عقيدة طالبان ضعيف ذكا ميدان ومجال بطعين فراندك زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبه الواهية شون كان الزعم دبر زيت منهم لطرف طالب طعين كانوا كباب أو مطالب عالية اعتقادي كتنزيهات باري تعالى يلوشتاما بنا غير سر أمثال أو شبه الزعيفانية كالكلام متقدمين لهذا واتي دقن ونيا كبرى في وادة بي چه طالب بي چه طاعين بي في وادة بي او عقائد عالية بنا غير او دليل الضعيفة ونيا دي بو طاعين زمينة فراهان دبي كتاكتر تعنا بدا بو طالب ضعف عقيدة لدالة او دليل او عقيدة كمن هما بنا غير سر او دليل الضعيفة او بكارنا يا قروايا حاليبون شونا جابوي كبو طالبا ضعف نيت ضعف عقيدة بو طاعينا زميني فعن فراهم نبي إيما دلين بناغي أو عقائده لسر أو دليل الزعيفاني خدما نية أدي لسر أو دليل قوياني كأخرين أجاء مشايخ عيبين دي تسري أو النقد مشايخة نقد سبكوانا بنظر أدوار ديكيت
دنا بو زماني خوين جواب بو بو شكي او اختي خالق وارد دينا وتدقيقاتي فلسفي نببو او دليل بنظر او زماني كيشتا بحثي فلسفي وانا مطرح نبو دليلك قوي هذا كان شو انا خلاصة بناقي عقائده كرسة دليل قوية كان او دليل الضعيفانه كي هندرابون فقط بو اقناع هندرابون كجواب قوش بو او زماني بنسبة صفاي عقائدك كلا زماني دا حاكم بو هذا عارزن بون؟ دور شاك الله يعني.